السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر عبد الرحمن الصامولي، وانت دلوقتي بتتفرج على الفيديو رقم 17. خلاص رمضان بيخلص، على الفيديو رقم 17 من برنامجنا المميز، برنامج من انا، البرنامج اللي بيعرض لاول مرة على قناتنا على اليوتيوب في اصداره الاول رمضان 2024. يلا بقى من غير كلام كتير، بقى زي ما نتكلم كل مرة، نخش على الحل. فزورتي امبارح، فزورتي امبارح كانت سهلة، ما تقوليش ان انت ما عرفتش تحلها. فعلا لو انا ساعتها بصيت في الكومنت ولقيت ما عرفتوش تحلوها، ده غلط، غلط كبير. خدناها في خمسه ابتدائي في كتاب الدين، لو انت كنت بتذاكر الدين اصلا. الاجابه كانت سليمان الفارسي الذي اشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق في غزوه الخندق. بس سهل قوي، يلا نخش على فزوره النهارده، وهي فزوره سهله برضو وبسيطه، ركز انت معايا وانت هتعرفها. يلا بينا. أنا الذي ولدت في قبيلة كلب ابن وبرة، وباعوني في سوق عكاظ، واشتراني حكيم ابن حزام لعمته السيدة خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. وسيدة خديجة ديت من الشخصيات العظيمة جدا، إن في رمضان أنا عامل فيديو فزورة عليها كامل، وحاكي بعض المواقف اللي عليها الرائعة. يعني اظن هيبقى في اول 10 ايام في رمضان، يعني اظن ان انت شفت الفزوره دلوقتي اصلا. وبعد ان وهبني حكيم ابن حزام لعمته السيده خديجه، فاعطتني وهبتني السيده خديجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتقني لوجه الله وتبناني الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ده قبل ما يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قبل ما يكون رسول. انا الذي رايت اباي وعمي وقابلتهم عن طريق، كان بعض الناس في قبيلتي كانت أتية للمكة أو للمكان اللي احنا فيه علشان الحج ومناسك الحج وكده، فعرفوني وراحوا الأهلي أخبروهم بمكاني، فأهلي اللي هو أبايا وعمي أتي على الفور لفدائي. أنا الذي خيرني الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبينهما، بينهما اللي هو أباه وعمه، فاخترته عليهما، وقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني مكان الأب والعم. أنا الذي أخرجني الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحجر وقال رسول الله يا من حضر اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه، ففرحت فرحا شديدا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناني، وفرحت نفسي بصحبته. أنا كنت من أوائل المسلمين اللي دخلوا الإسلام، وأسلمت بعد سيدتنا خديجة وسيدنا أبو بكر، وكنت أول الموالي إسلاما. ركز على الحتة دي، يعتبر أهم جملة في الفزورة كلها. أنا الذي صاحبت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمرني بالهجرة من مكة إلى المدينة، وعندما وصلت إلى المدينة آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بيني وبين عمه حمزة ابن عبد المطلب. أنا الذي شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، وكنت البشير اللي أتي المدينة بسرعة ليخبرهم بالنصر. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيام الغزوات مثلا، فما كانش الغزو عند المدينة، ده كان عند بئر بدر وسط الصحراء. فلما الجيش بينتصر، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم والجيش انتصر في بدر، فهو لسه هناك، لسه الجيش بيرجع للمدينة، فالمدينة دلوقتي فيها بقية المسلمين وكلهم على حالة توتر. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل في الجيش؟ إيه اللي حصل؟ من اللي فاز؟ فكان الصحابي ده على طول جري، من اول ما النصر حصل جري وسبق الجيش علشان يبشر المسلمين هناك ويفرحوا كلهم مع بعض. وشهدت غزوة احد وغزوة الخندق وغيرها كثير جدا من الغزوات. انا الذي تزوجت من زينب بنت جحش بامر من الله، التي تعتبر بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم قبلي، فبامر من الله طلقها الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوجها الصحابي ده. أنا الذي كنت سببا في إبطال عادة التبني في الإسلام، فعندما تبنانا الرسول صلى الله عليه وسلم كنت ابنه،
خلاص تمام كده، وكنت متزوج من زينب بنت جحش. فلما انا طلقت زينب بنت جحش، لما انا طلقتها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هيتجوزها، فما كان من احكام الجاهليه ساعتها بقى وكده ان ما ينفعش راجل يتزوج بزوجة ابنه، يعني كان يعتبر الصحابي ده كان ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتبر ابنه بقى. ساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم اتجوز زينب بنت جحش وبطلت عادة التبني في الإسلام خالص، فأصبح الصحابي ده مش يعتبر مش ابن الرسول، بس يعتبر لسه من المقربين لي جدا. أنا الذي كنت من أشجع الصحابة وكنت أول شهيد استشهد في سبيل الله في غزوة مؤتة، اللي هي أول غزوة يخرجها المسلمون خارج الجزيرة العربية. وبس كده، دي يعتبر بعض المعلومات والحقائق عن الشخصية دي، مش محتاجة هنت خالص ولا محتاجة اختياري، المفروض انت تكون دلوقتي انت عرفتها وتنزل تكتب في التعليقات. ونقطة، لو انت في التعليقات مثلا عرفت الإجابة من أول دقيقة بس من الفزورة، ما كنتش محتاج بقية الأحداث عشان تعرف، انزل تحت اكتب في الدقيقة كذا واكتب على طول التعليق بتاعك، يكون في فرق عشان لو هنعمل جوائز ولا هنعمل اي حاجة نعرف نرتب الدنيا بشكل اكبر. وبس كده، لو عجبك الفيديو متنساش لايك، متنساش سبسكرايب، متنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، ومتنساش تعمل شير عشان كل يستفيد. متنساش كل يوم الساعة 7 بننزل فيديو جديد. اول مغرب اذن كل تمرة، بعد كده صلي المغرب، بعد كده افطر لاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى طول بكوباية الشاي الجميلة أو أي عصير في رمضان، طبق الكنافة والقطايف ده أساسي ما تنساهوش عشان تسلي نفسك كده وتبقى رايق، وتفرج على الفزورة بتاعتنا بدل ما انت بتكون فاضي. وأول ما بيخلص الفيديو زي دلوقتي كده تعمل شير، تقفل الموبايل، واشوفك بكرة فيديو جديد بفزورة جديدة بحدوتة جديدة بشخصية عظيمة جديدة. ما اخرجش اكتر من كده عشان تلحق صلاة التراويح. سلام.